وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. فيكون المعنى: وجد إيحاء الشيطان لما وجد هلكوا. فلما هلكوا يعني ماتوا، وهو هلاك حقيقي، هلاك للأبدان، لأن الهلاك قد يكون هلاكا في الدين، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كذلك إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم